ضيفتنا السيدة أمل جلال رئيسة هيئة السياحة بإقليم كردستان حتى تعرفنا على الصورة بشكل واقعي أكثر عن السياحة بالإقليم. يسعد صباحك مدام. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بك ست أمل. أهلا وسهلا ست أمل. إحنا اليوم أكيد موضوعنا عن واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية بالعالم كله، يعني مثل ما تعرفين أقليم كردستان حالها مثل حال الدول إنه تهتم هواية بهذا القطاع وتنشطه ودائما يعني تخلي مخططات حتى تتطور هذه القطاع. أنت مثل ما تعرفين إنه إحنا عدنا يعني مصايف هواية وحلوة وجميلة، يا ترى برأيك عدد السواح اللي يتجهون لأقليم كردستان وللمصايف يعني تتناسب طرديا مع المصايف اللي عدنا؟ بداية صباح الخير. صباح أهلا وسهلا وشكرا صباح. جزيلا للكوادر زاكوس وفرصة سعيدة أنه إحنا نطرح مجموعة من المواضيع تتعلق بتطوير واقع السياحة في إقليم كردستان وكيفية استقطاب السواح في إقليم كردستان. صراحة يعني إحنا في الكابينة التاسعة إحدى الأولويات أو من يعني ثلاث أولويات محدديها الصناعة والزراعة والسياحة. السياحة جزء أساسي من البرامج والعمل في الكابينة التاسعة، لهذا إقليم كردستان وإقليم تقريبا سياحي ومزدهر بمجموعة من المواقع والمنتجعات السياحية. تقريبا هالفترة يعني وراء 2019 2020، تعرفون موضوع جائحة كورونا له تأثير كبير في تراجع نسبة السواح، لكن الآن إحنا بالمستوى اللي السائح يتمتع بمجموعة من الخدمات ومجموعة من الأماكن السياحية. إقليم كردستان إقليم سياحي ويتمتع بمجموعة من المعالم السياحية، منها الآثار، منها المنتجعات السياحية، المواقع الأثرية، مجموعة من الأماكن من الفصول. إقليم كردستان الأربع الفصول نقدر نستثمر أو يتمتع السائح من الفصل الشتاء، الفصل الربيع. احنا أكيد راح نحكي بعدين عن الفصول وعن السياحة الشتوية. العدد الآن إذا احنا نقارن اليوم مع السنوات السابقة أكيد ليس بالمستوى المطلوب، وإنما الآن إحنا بصدد تطوير وتهيئة لاستقطاب الأكثر العدد السواح لإقليم كردستان. العفو ست أمل، المخرج دا يقول لنا إنه أكو تقرير حاضر عن السياحة بزاخو، خلينا نشوفه سوا وراجع لكم. يسعد لي صباحكم زملائي في الاستوديو، صباح الخير على جميع مشاهدي قناة زاكروس وتحديدا برنامج نسمات زاكروس. اليوم راح يكون موضوعنا عن جسر الدلال الأثري الذي يعد من أهم المعالم الأثرية في إقليم كردستان. طبعا يمتاز هذا الجسر بأقواسه الخمسة وأحجاره المختلفة، إضافة إلى أنه مطل على نهر الخابور الشهير. طول هذا الجسر 114 متر وعرضه أكثر من 4 أمتار. طبعاً إلى هذا الجسر هواية تسميات، منها ما يقال بجسر الدلال أي برا دلالة بحسب أهالي المدينة، ومنهم من يقال بالجسر العباسي. يعود تاريخ بناء هذا الجسر إلى العهود البيزنطينية. طبعاً يتوافد إليه عديد من السائحين من جميع مناطق. مرحبا، شلونك؟ مين جايين؟ جايين من سامرة. يا اهلا وسهلا بكم. شلون نشوف المعالم الاثريه باقليم كردستان؟ المعالم الاثريه تطورت تطور ملحوظ، جيناها قبل سنوات لقيناها كانت خلينا نقول شبه بدائيه، حتى لقينا الاعمار، المسؤولين، الجهات المختصه كلهم قاموا بدور مشرف وانطت نموذج عالي جدا فيما يخص الاعمار بها والخدمات اللي موجوده، وناسها طيبين بنفس الوقت، والمسؤولين على المشاريع الاثريه هم كانوا قد المسؤوليه، ونتمنى الموفقيه والتعامل الاوسع بها. شكرا جزيلا. مرحبا، شلونكم؟ شلون السياحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البداية السياحة كلش حلوة وجميلة ومناظر خلابة وطبيعة حلوة. أتمنى لكم إن شاء الله من تقدم لا تقدم أكثر، ويعني أجواء كلش حلوة وراقية. من جايين؟ إحنا من محافظة صلاح الدين. أهلا وسهلا بكم. شنو رأيك بسياحة
بزاخو؟ السياحة جدا راقية، خدمة يعني طبيعية وزينة، ويعني يحتاج بعد إعمار أكثر إن شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا راح يكون ويانا لقاء ثاني، مرحبا. والله الحمد لله حلوة جميلة، يعني الحمد لله واحد ترفيه شوي يعني ترفع. والله ما شاء الله حلو، خلي يخبط ما شاء الله. إن شاء الله هاي أول مرة أنا جايته، بعد ما زرت مثل ذاك اللي يقول، بس هسه إن شاء الله يعني بيانه حلو يعني إن شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتم فقراتنا، إن شاء الله راح نلتقيكم فقرات جديدة. كنت أنا معكم نجلاء السندي لبرنامج نسمات زاكروس. زملائي في الاستوديو، إلكم الجو. طيب، مثل ما بنعرف سيدة أمل أنه في بعض الدول المتقدمة وغير المتقدمة هي هلأ عم تهتم بالسياحة وتسعى لاستخدام شركات أجنبية مشان تنشط السياحة ببلدها. عندنا مثال قريب مثلا بلبنان، استخدموا شركة ألمانية مشان تنشيط السياحة بمغارة جعيتا منطقة جونية. هل لديكم بوزارة السياحة أفكار مماثلة مشان تطوروا السياحة بإقليم كردستان؟ أكيد إحنا كهيئة السياحة عندنا تنسيق كبير مع هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، وهيئة الاستثمار وقانون الاستثمار يتيح فرص كثيرة للمستثمر الأجنبي حتى يستثمر في كثير من المجالات. الجانب القانوني مثلا للمستثمر من يكون عنده أي مشروع سياحي، بجانب القانون مثلا عدة مجموعة من الحقوق، منها الإعفاء 10 سنوات من الضرائب، بعد استلام المشروع تمليك الأراضي وإلى آخره. لهذا بدأت يعني الاستثمار الأجنبي في كردستان على مستوى كل المحافظات. تقريبا عندنا مجموعة من المشاريع الاستثمارية السياحية من المستثمر الأجنبي، وأيضا ممكن تذكر لنا مثال؟ مثلا هسه عندنا مجموعة من المشاريع المستثمر الداخلي المساهم مع المستثمرين الأجنبيين. مثلا ساعدنا في سليمانية، بدأت مشروع دكان السياحي. عندنا مشروع جبل سفين، وتقريبا قبل فترة استلمنا مشروع جبل زاوة في دهوك تلفريك زاوة، والمشروع كورك وإلى آخره. لكن موضوع الجعيتة وأمثال يعني عندنا تقريبا مماثل لجعيتة في كردستان، لكن لحد الآن نفتقر إلى المؤهلات أو نفتقر إلى الموارد اللي تتأهل هذه المناطق ليكون غارة مثل غارة جعيتة. أكيد إحنا بصدد التعامل والتنسيق مع كثير من الدول، وتقريبا قبل 3 أسابيع احنا كنا مشاركين في مؤتمر في معرض دولي دبي، نسقنا مع مجموعة من المؤسسات اللي كان موجودين في هذا المؤتمر، وأيضا مع دولة إمارات ومع مجموعة من الإيطاليين. هسه احنا بصدد اليوم احنا نمضي مذكرة التفاهم مع منظمات ومع مجموعة من المؤسسات حتى نبدي بخطوات تأهيل وتطوير وتنمية واقع السياحي في كردستان. يعني برأيك هاي المشاريع قدي بدها تبصر النور وقت تقريبي؟ عدنا مكملة، وتقريبا يعني أنا متفائلة بعد 10 سنوات إقليم كردستان يكون إقليم مزدهر إن شاء الله بكل المستلزمات اللي تحتاجها الساحل الكردستاني العراقي الأجنبي. طيب ست أمل، خلينا نحكي عن السواح خارج العراق، يعني الغير العراقيين اللي يجولنا من وسط العراق والجنوب أكيد، يعني شنو هي مخططاتكم، شنو اللي مسوينها حتى تجذبون السياح اللي من خارج العراق؟ يعني السائح الأجنبي تختلف تماما عن السائح الداخلي أو السائح الوطني، لأن السائح العراقي أو الكردستاني الأكثر المناطق اللي يزوره هو القلي علي بيك بيخال أحمداوة والمناطق اللي بي بحر أو مجموعة من المنتجعات. لكن السائح الأجنبي يحتاج إلى مجموعة من زيارة الآثار والمعالم حتى يتعرف على مجموعة من المعالم أو التراث
والتاريخ والى اخره. بهذا يعني بهذا الصدد احنا بدينا ب هو الخطه وتنويع انواع السياحه، منها السياحه الدينيه اللي كردستان تمتع بمجموعة من القبور الأنبياء ومعالم دينية لكل الأديان الموجودة لكل الطوائف اللي موجودة. شنو مخططاتكم حتى تطورون هذه السياحة الدينية مثلاً والناس يستفادون منها لما يتوجهون لكردستان؟ مثلا على الإيزيديين، مثلا عندنا معبد لالش الأول معبد على مستوى العالم في جنوب كردستان. صحيح. هذا المعبد يزوره الإيزيديين وغير الإيزيديين، لكن يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى الدعم، يحتاج إلى مثلا مجموعة من الريستورانت قريب من المنطقة، ونحتاج إلى متحف وطني، متحف يجمع كل الوثائق اللي مثلا السائح من يزور هذا المتحف يتعرف على الإيزيديين، تراثهم واعتقاداتهم وتقاليدهم وإلى آخره. يعني غير معبد لالش ستمل عندنا معابد هواية، يعني عندنا مساجد، هذول كلهم يعني أكيد لازم يتطورون بشكل جيد. تحتاج إلى الترميم، تحتاج إلى إيصال الخدمات، الطرق، الخدمات الصحية، مسألة الماركتين والأيدي العاملة، القوة يعني والتنمية البشرية والطاقة البشرية. إحنا نفتقر إلى الطاقة الوطنية، لهذا إحنا الآن بصدد تدريب وتأهيل الخريجين من معاهد السياحة أو أقسام الكليات في جامعات كردستان، لأن لحد الآن الأكثرية العاملين في القطاع الخاص خاصة في المشاريع الخمس نجوم وأربع نجوم من الأيدي العاملة الأجنبية. لهذا إحنا نطمح أنه في مستقبل القريب أن يكون العامل الأيدي العاملة الكردستانية من الخريجين والخريجيات. غير الموضوع السياحة الدينية، كردستان تمتع بمجموعة من الجبال والمناطق اللي تنطي فرصة للسياحة المغامراتية. احنا اتفقنا مع مؤسسة الفجيرة للمغامرات تقريبا قبل 3 أسابيع، اجانا المتسلق العالمي الإماراتي للتسلق الى جبل هلقورد، اعلى جبل في كردستان وفي العراق. ويعني تقريبا هسه احنا متفقين مجموعة من النشاطات المغامراتية في الجبال وفي المناطق الصخرة في كردستان. هذه غير التزلج يعني. طبعا النشاطات أو المشاريع الشتوية غير التزحلق على الجليد، مجموعة من المعارض أو مجموعة من الأنشطة الشتوية. غير هذا عندنا مجموعة من العيون المي العلاجية اللي احنا نسميه أبي قراو. هذا العيون موجودة في دهوك، في حلبجة، في أربيل، في السليمانية. كل هذه العيون احنا هسه بصدد التعامل او التنسيق مع مجموعة من المستثمرين حتى نستثمر هذا المي والناس يتعرفون على احنا عندنا هيك يتعرفون. صحيح. كيف يتعرف؟ من خلال المشاريع ومن خلال الماركتين والإعلان بهذا الصدد. مجموعة من الآثار الموجودة في كردستان صراحة تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى توعية مجتمعية كيف يحافظ على كل هذه الآثار وكل هذه المعالم الموجودة. كثير من الأنواع أو معالم موجودة في كردستان احنا بصدد تطويرها وتنمية قدرات البشرية وإلى آخره من قضايا التي تتعلق بمستلزمات السائح. إن شاء الله. عفوا سيدة أمل، أكيد مستمرين بحوارنا مع حضرتك، بس قبل خلينا نروح سوا نحن والمشاهدين لحتى نتابع هذا التقرير عن السياحة بصوران ومنرجع. منتجع ريزان السياحي في بارزان يجذب أعداد كبيرة من السياح للاستمتاع بجمال شلالاته وأجوائه الممتعة. السياح هنا قادمون من كافة المحافظات العراقية وكذلك بعض دول العالم. عملي في بغداد، تعرف وقت الاستراحة يعني يصير عندنا الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، نيجي هنا و يعني نشوف هاي الطبيعة الحلوة. الحمد لله والشكر، واحد حتى نفسيا يرتاح. أجواء في ريزان جدا ممتازة والاهتمام بالسياحة يعني جدا حلوة،
وهاي المكان يعني لأول مرة احنا نيجي بيها، فجداً خلابة، طبيعة كلش حلوة، ما شاء الله اهتمام بالسياحة من إقليم كردستان، من رئاسة إقليم كردستان كلش ممتازة، فإن شاء الله نتأمل نحو الأحسن يعني. والله احنا صارنا تقريباً 6 أيام وباقيين البكرة، كنا بسليمانية وجينا على أربيل وشقلاوة، فترينا يعني كردستان كلها، والمناطق حلوه وجميله ونظافه، ولقينا هم تعامل جميل من قبل يعني ابناء الكرد والاسايش ولا الكل، الحمد لله ودخلنا وطيبه الامور وحلوه ومتونسين، والعوائل فرحانه والشباب وكلها طبيعه. السمك المقلي وجبتهم الرئيسه على الغداء، ولاننا على ضفاف نهر الزاب فلأسماك هذا النهر حصة الأسد من الوجبات. هذا المكان السياحي وفر عوامل المتعة لجميع الأعمار، فالسباحة في مياه باردة وركوب قوارب مميزة في نهر الزاب الكبير من عوامل جذب سياحية. احنا جايين من أربيل، اليوم اجينا إقامة يوم واحد، وأنا أدعو جميع الناس إنه يجون، هذا كلش حلو، متنفس كلش حلو للعوائل وطبيعة كل الجميلة. صح قطعنا مسافة طويلة تقريبا 2 ساعة، بس المكان يستاهل، الأجواء كلش حلوة، متنفس حلو للعوائل، بصراحة إحنا أول مرة نجربه، وأتمنى بكل مكان يعني بكل مكان بالعراق يكون أكو هيك متنفس للعوائل بصورة عامة. تتمتع منطقة بارزان بطبيعة جميلة تستقطب السياح في فصل الربيع إلى واحاتها ومروجها الخضراء، أما في فصل الصيف فأنهارها تكون الوجهة المفضلة لهم. لبرنامج نسمات زاغروس، ريبر عبد الغفار، بارزان. بدنا نحكي شوي سيدة أمل عن المشاكل والمعوقات اللي عم تواجه بعض السواح عند دخولهم لأقليم كردستان، شو هي الخطط اللي حاطينها حضرتكم مشان حتى تخففوا من هاي المشاكل والمعوقات؟ يعني أكو عوائق خاصة بنقاط التفتيش مثل ما تعرفين. أكيد أكو عتب علينا في نقاط التفتيش، وإن شاء الله إحنا بصدد حلها، وشكر جزيل لل يعني إخواننا الشرطة والأسايش اللي هم يحمونا، لكن أكيد. السائح العراقي أو السائح الأجنبي من يفوت على كردستان هو يعني يأمل أنه يكون بأحسن أشكال الاستقبال، لهذا لحد الآن إحنا نفتقر صراحة، نفتقر إلى الوعي المجتمعي أو الوعي المؤسساتي يعني معرفته بقيمة السائح ودور السائح في كردستان. وجود السائح في إقليم كردستان ليس فقط الجانب الاقتصادي، وإنما الجانب الوطني والجانب السياسي. صحيح. لأن السائح العراقي أو السائح اللي يزور كردستان أي كان، هذا السائح يتعرف على معالم كردستان، يتعرف على حضارة تراث وتاريخ كردستان، لهذا إذا إحنا نستقبله بأحسن الشكل أكيد من يرجع هو يكون له تأثير بانجذاب السواح. صحيح. الآخرين وازدياد نسبة، غير هذا التواصل وهذا التنسيق والعلاقات يكون من خلال السواح، لهذا موضوع مو فقط الموضوع الاقتصادي وإنما موضوع سياسي، موضوع وطني، وغير هذا احنا نحتاج إلى الجايد أو المرشد السياحي الكردستاني يكون مع السواح، لأن من إحنا نستلمه في النقاط التفتيش أو المنافذ الحدودية المفروض المرشد السياحي الكردستاني يكون معاهم. صح. حتى يكون إلى برنامج خاص لزيارة كردستان. شو المانع أن يكون معهم؟
لحد الآن صراحة نحن هسه بدينا بتدريب الخريجين السياحة، لكن قبل كان أكو خطط لكن ما وفروا هذا الخدمة للسائح. أكو مرشد سياحي لكن موجود مع الفرق العراقية اللي يجون الجروبات العراقية، بس إحنا نطمح أنه يكون هذا المرشد السياحي كردستاني لأن هو عنده معرفة أكثر حول معالم كردستان، تاريخ كردستان والمواقع المهمة اللي لازم يزورها الجروبات السياحية وإلى آخره. صحيح. زين قبل الختام نريد نعرف عندك كلمة أو رسالة تريدين توجهيها لجهة معينة؟ شكر جزيل للقناة زاكروس وكل القنوات الإعلامية الفضائية العراقية وكردستانية، صراحة نحن نحتاج إلى دعم أكثر، نحتاج إلى الترويج للسياحة، نحتاج إلى إظهار المعالم والمنتجعات السياحية بأفضل شكل، وأيضا نحتاج إلى الوعي المجتمعي. صراحة أنت من بس تزورين أردن أقرب منطقة لنا لبنان أو تركيا، السائق التاكسي، السائق الباص، العاملين في المطارات، العاملين في المنافذ الحدودية لهم معرفة ولهم يعني ثقافة كيف يهتم بالسائح الأجنبي من يزور بلده. لهذا احنا نحتاج إلى وعي من خلال توعية المجتمع، من خلال البرامج الإعلامية، من خلال الإرشادات حول اهتمام بالسائح والتعامل معها والابتسامة الحلوة كيف تستقبل. صحيح. من المطار لحد ما يوصل للسوق لأي أماكن. العفو، حكيتي على التعاون والدعم، أكو أي تنسيق قبل ما نختم المحور، أكو أي تنسيق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية أنه تتطورون وتبادلون الخبرات يعني بين بعض حتى يتطور القطاع السياحي؟ أكيد. بإقليم كردستان والعراق أكيد. أكيد أكيد عندنا إحنا في إقليم كردستان هيئة العامة للسياحة، وفي العراق وزارة الثقافة والآثار والسياحة، عندنا تنسيق مع الجانب الحكومي وأيضا عندنا تنسيق مع الشركات والجروبات السياحية في إقليم كردستان، وعندنا منسق ما بيننا ما بين إقليم كردستان والمؤسسات العاملة في بغداد. طيب. نأمل أن نطور هذه العلاقة أكثر حتى يتمتع السائح الكردستاني أيضا، السائح الكردستاني همنا يزور الشبايج ومناطق أخرى في محافظات العراقية. طيب ست أمل جلال رئيسة هيئة السياحة في إقليم كردستان، شكرا لحضورك ويانا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا فيك.